شملت زيارتنا طبعا العديد من المدارس سواء كانت في الساحه اليمنى او الايسر. طبعا اللي لاحظناه هو عدم انتظام الدوام في قسم المدارس، وذلك بسبب عدم التحاق المتعاقدين الى مدارسهم، مما سبب ارباك في العمليه التربويه. ندعو كافه الاخوه والاخوات المتعاقدين ان ينتظموا بالدوام خلال الاسبوع المقبل ان شاء الله، وذلك لقرب امتحانات نصف السنه، وعدم تضييع الوقت خاصة لطلبتنا الأعزاء وطالباتنا. النقطة الثانية اللي حاب طبعا أذكرها في هذا الموضوع أيضا هو عدم فك إدارات المدارس لقسم كبير من الملاكات وفي اختصاصات معينة، خاصة اختصاصات اللي تعتبر شحيحة بالنسبة لنا، الرياضيات والإنجليزي، سبب طبعا أيضا إرباك في قسم المدارس. ندعو كافة إدارة المدارس اللي صدر أوامر النقل بفك كافة الكوادر. وطبعا احنا لم نلجأ لحد الآن للأسلوب الآخر والرادع القانوني والإداري. نوجه كافة إدارة المدارس طبعا بالالتزام بالأوامر الصادرة من تربية نينوى. الأوامر صدرت من المديرية العامة، وأما فيما يخص تعيينات 2020 طبعا على كافة إدارة المدارس فك كافة المنسبين اللي هم في مدارسهم إلى المدارس الأصلية، وحسب توجيهات معالي وزير التربية والالتزام بهذا القرار، إلا الحالات الاستثنائية اللي استثناها معالي الوزير اللي هي الحالات السرطانية ومرضى المستعصية اللي ذكرها. تكون لنا جولات أخرى سواء كان في مركز المدينة أو في الأقضية والنواحي خلال الأسبوع المقبل، وأيضا احنا سنقيم كافة الملاكات عبر زياراتنا طبعا، وخاصة ضبط الإدارات بالنسبة للكوادر والتزامهم بالحضور. احنا ايضا طبعا هذا الجانب السلبي، نذكر ايضا الجانب الإيجابي، كانت هناك طبعا طاقات مبدعة، طاقات شبابية تعمل بشكل جدي لخدمة العملية التربوية، وخاصة تفاعل الطلبة كان جيد جدا، ولاحظنا ايضا هو الالتزام بالنسبه لطلبتنا الاعزاء فيما يخص الدروس وتحضير الدروس، ايضا كنا فرحين جدا بهذا الموضوع. هناك طبعا انسجام عالي بين ادارات المدارس والكوادر التربويه والطلبه. طبعا انا اوجه رسالتي ايضا الى الاباء والامهات بمتابعه ابنائهم، خاصه فيما يخص الحضور والانصراف في المدرسه وعدم ذهابهم الى اماكن اخرى. تقرر ايقاف كافه التنقلات والتنسيبات لكل الملاكات التربويه وعدم تقديم اي طلب فيما يخص هذا الموضوع، فقط للشواغر المستعصيه وبموجب مدكات اشرافيه، ولا يتم استقبال اي طلب في سواء كان في مكتب المدير العام او المعاون. هذا النقطه الاولى. اما فيما يخص تنقلات الطلبه، طبعا ستنتهي تنقلات الطلبه يوم 31/12 اخر يوم. اما فيما يخص الانتساب فيوم 20/12 هو اخر يوم للانتساب لطلبتنا الاعزاء، ونتمنى لهم عام دراسي مليء بالنجاح وحافل بالانجازات.